السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جرو لينكس، معك عبد المجيب. اول شيء اعتذر عن رداءه الصوت نظرا لانه المايك اللي استخدمه بالتسجيل مو بقادر اوصله على الجهاز هذا، لان الجهاز هذا يدعم شغلات ثانيه. المهم انا قاعد اصور لكم اليوم من جهاز اللابتوب هذا لسببين. السبب الاول عندنا مراجعه توزيع لينكس من 18 سينمن، طبعا الستار اليوم نزل طازجه. الشغله الثانيه مراجعه للجهاز هذا مع توزيع لينكس من نظرا لأن الجهاز هذا يعتبر جهاز من الأجهزة الحديثة، ونفس الوقت تكلمت عنه قبل كم يوم في تويتر، وفي ناس يعني عنده أسئلة هل هو يشتغل ما يشتغل، في إشكاليات بالتعريفات إلى آخره. باختصار شديد ما في أي مشاكل مع توزيع 18، كل شيء شغال، عندك شاشة اللمس تشتغل ما في أي شيء. طبعا أغلب الناس تكلمت عن شاشة اللمس، اللمس شغال ما في أي مشاكل، الواي فاي شغال. طبعا كان في مشاكل بالواي فاي ترى في توزيع 17، أوكي 17.3 أنا جربته ما تشتغل، لكن 18 لينكس من 18 لأنه تجي بالكيرنل الجديد اللي هو 4.4 نواة جديدة، فهي دعم أشياء كثيرة من ضمن الواي فاي، فالواي فاي عندي شغال ما في أي مشاكل. تمام، الإشكالية الوحيدة الموجودة في الجهاز هذا هو أنه لو قفلت الشاشة وفتحت مرة ثانية، يعني سويت على وضع النوم والإثبات وبعدين فتحت مرة ثانية، التاش ما راح يشتغل إلين ما أنك تسوي ريلود لي الموديول حق الكيرنل حق لك الشاشه، ولكن هذا امر بسيط يعني تقدر تحط لك شيء بالكرون وتريح نفسك. عموما الجهاز هذا طبعا اللي خلانا اشتريه هو انه حجمه صغير جدا زي ما انتم شايفين، تمام، يعني وزنه 1 كيلو حاجه 1.2 كيلو، وبنفس الوقت لينكس مينت راح تعطي اداء جيد جدا عليه نظرا لانه i7 16 جيجا رام والاس اس دي اللي هو التخزين الداخلي. عموما خلونا نشوف ايش اللي موجود في لينكس مينت. طبعا لينكس مينت الجديده فيها اشياء كثيره صراحه رهيبه جدا جدا، اوكي، من ناحيه الشكل ومن ناحيه المضمون، اوكي، ففي اشياء كثيره متغيره بالتوزيع. لعلنا اول شيء نشوف القائمه الموجوده هنا في السينما. طبعا القائمه هذه صار فيها امكانيات تخصيص اكبر زي ما انتم شايفين. لو قدرنا الحين مررنا الماوس من عند البرامج من هنا، لو نزلت راح تلاحظ انه في اوتو سكرول لانه رافع يديني وقاعد ينزل الحين هو نفسه، وكل ما نزلت شوي صار فيه سرعه اعلى. تمام، هذا راح يساعد بعض الناس اللي عندهم مشاكل في استخدام الماوس الى اخره. ايضا في عندك امكانيه تخصيص النافذه نفسها او القائمه نفسها، انك تروح الكونفيجر من هنا وبعدين راح تقدر تشيل اشياء كثيره، من ضمنها ممكن تشيل الايقونات، ممكن تشيل التصنيفات، ممكن تشيل المفضله، ممكن تشيل برضه اللي هي البوك ماركس، وبعدين راح تلاحظ انه في شيء حميحي. تمام، طبعا هالشغلات هذه احبها فبرجعه. ايضا النص اللي موجود على القائمه انا شلته، ممكن تحطه من هنا ممكن تشيله. مفاتيح الفتح والاغلاق ممكن برضه تتحكم عن طريق فتح الويندوز اللي يسمى سوبر. تمام، ما عندك اي مشاكل. طيب هذا بالنسبه للخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه اللي هي اللي تايتلنج ويندوز، بحيث انك النوافذ صار عندك امكانيه ادارتها بشكل جميل جدا ومبسط. زي ما انتم ملاحظين لو سحبت النافذه هنا راح يكون في عندي تايتلينج جميل، تحكم بالنوافذ صار جدا رائع. ممكن اسحب النافذه هذه نحطها هنا، من شايفين ممكن اسحب نحطها هنا وهكذا، صار عندك اداره للنوافذ بشكل افضل وادق. في عندنا برضو اللي هي الانيميشنز. الان زي ما انتم شايفين في مؤثرات فتح والاغلاق، صار المؤثرات تدعم برضو القوائم. زي ما انتم شايفين القوائم الحين صار فيها مؤثرات. طبعا المؤثرات احنا ممكن نتحكم عن طريق نروح على الخيارات على الاعدادات من هنا. طبعا انا لاحظت انه في بق بالمنيو هذه، بعد ما تعدل اي شيء لازم انك تقفله وتفتح مره ثانيه عشان تشتغل. تمام، تروح هنا على الايفكتس، راح تلاحظ انه هنا في اشياء كثيره ممكن تتحكم بها من ناحيه المؤثرات. يعني المؤثرات الحاب تكون على النوافذ على القوائم. طبعا هذه الخاصيه الجديده اللي هي جي دي كي ثيمز موجوده الان، وصار عندك اللي هي الديالوج بوكسز. طبعا في زي ما انتم شايفين قائمه بالمؤثرات اللي موجود عندك، سكيل فانسي الى اخره، فانت ممكن تعدل وتشوف تفتح البتاع هذا. اوه جميل، ممكن تروح تجرب مره ثانيه تحط لك مثلا فيد، اوكي تكون فاتح لك نافذه ثانيه وهكذا. طبعا شخص ما تهمه الاعدادات هذه ممكن يسوي تطنيش الكلامي. طبعا انا ممكن اخليه على السينمن لان احب اعدادات سينمن. في ممكن تروح كاستمايز من هنا وتسوي اي شيء تبي، ممكن تروح تسوي اون، وفي عندك كل خاصية فتح اغلاق مدري ايش، ممكن تسوي له اعدادات خاصة به وسرعة خاصة به. طيب في عندك اللي هي اعدادات الاكسسبيليتي، هذه صار عندنا اعدادات جديدة. اول حاجة عندك اللي هي لارج تكست، ممكن الان تحط علامة هنا لارج تكست يكون كبير. في عندك سكرين ريدر، تمام، هاي كونتراكت. في برضو عندك اللي هو الزوم، ممكن تفعل الزوم من هنا. تمام، زي ما انتم ملاحظين في اعدادات كثيره للزوم، ممكن عن طريق الالت وتحريك الماوس راح يكون في عندك زوم على الشاشه. تمام، تمام. طبعا في برضه حاجات تخص لوحه المفاتيح، زي ما انتم شايفين في عندك لوحه المفاتيح تاتش ممكن تطلع على الشاشه. تمام، دينج وهكذا. طبعا في اكثر من حاجه موجوده في الاكسسبيلتيز.
في عندك برضو بطاريات، لو كان عندك بطاريات موجوده زي ما انتم شايفين فيها الاب اللي حق البطاريه، زي ما انتم شايفين البطاريه هنا اسمها اكس بي اس، هذا انا سميته اكس بي اس. الان تقدر تسمي البطاريات اللي موصله على جهازك عن طريق باتريز من هنا، وتعطيها كل واحده مسمى، تمام، بحيث انه تعرف البطاريات اللي مثبت على الجهاز كل واحده كم باقي من عمره الى اخره بناء على الاسم، تمام. في عندك برضو الان بالتطبيقات المفضله اللي بريفيرد ابلكيشنز من هنا، صار في عندنا اضافه جديده اللي هي بلين تكست والسورس كود، نقدر الان نحدد لهم برامج تفتح. سابقا ما كان موجود البلين تكست والسورس كود، الان موجودات، ممكن تحدد برامج خاصه بجيني اي شيء اللي تبي، محرر برامج والى اخره. طيب في برضو عندنا اللي هي لو رحنا جينا على الايقونات اللي موجوده تحت، الايقونات اللي صارت موجوده تحت الان لو ضغطت عليها بزر يمين راح تلاحظ انه فيه خصائص اضافيه موجوده على الايقونه، ليست مجرد فتح. يعني لاحظ انه فايرفوكس في عندك اوبن نيو ويندو، اوبن نيو برايفت ويندو. لاحظ لو ضغطنا على زر يمين هنا برضو على النافذه هذه راح يكون في عندنا نيو تيرمينال، وفي برضو اعدادات ثانيه على المور لو حاب تسوي، تمام. طيب لو جينا الان على سطح المكتب بسرعه، راح دخلنا على الاد ديسكليتس، في عندنا ديسكليت اللي هو هذا اللي هو ديجيتال فوتو، طبعا قديم موجود، الان صار يدعم انه يبحث في الصور داخل السب دايركتوريز، تمام. يعني انت حددت له مجلد الروت خلاص كل السيستم اللي عندك راح يبحث فيه. سابقا كان يقول لك في مجلد واحد يسوي لك لوب على الصور، الحين زي ما انتم شايفين وقاعد يدور على كل اللي موجود بالسيستم. طبعا اعداداته سهله جدا، بس تضغط على زر يمين كونفيجر، بعدين تروح تحدد المكان اللي حاب يكون فيه الخلفيات. طيب ايش بقى بعد؟ الان عندنا اليو اف اي صار مدعوم كاملا. طبعا لو عندك مشاكل باليو اف اي اللي عليك تسوي، طبعا جهاز هذا عشان تثبت عليه البتاع لازم تشيل البتاع اللي عليه، لانه كان عليه ويندوز 10 للاسف، فشلت الويندوز 10. طبعا باي ديفولت الجهاز بيكون سكيور بوت اون، تمام، فانت لازم توقف السكيور بوت لبعض الاجهزه. في برضو عندنا بعض البرامج، الان صار عندنا برامج جديده، في عندك الاكس فيور، هذا الاكس فيور الان هذا عباره عن متصفح صور خاص جديد مبني على الاي في جنوم، تمام، هذا صار الان خاص في جنوم. في عندك الاكس ريدر حق البي دي اف، حطوا لك اكس بلاير حق الفيديوز طبعا مبني على توتم، وفي عندك برضه خلص معهم. الابديت مانجر في حاجه جديده، لو رحنا ابديت مانجر هنا راح تلاحظون ان شكل الابديت مانجر تغير، تمام، لاحظوا الشكل التصميم صار جديد. في من ضمن الاشياء الجديده اللي موجوده هنا لو ضغطنا على ايديت رحنا على الابديت بوليسي، هذه شغله حبيتها جدا. في عندك يقول لك نوع التحديثات اللي حاب توصل لك، do not break my computer، يعني لا تخرب كمبيوتري. هذه التحديثات راح يكون عندك تحديثات خاصه او تحديثات ما بتكون تحديثات كبيره جدا، تحديثات بسيطه، يعني اشياء المستخدم المبتدئ ممكن يحط هنا وما يقلق ابد، النظام راح يكون فيه مشكله. لو جينا على الخيار الثاني، وهذا الخيار اللي افضل للجميع يضعه، انه هذا الخيار بيكون يجيك تحديثات امنيه وتحديثات تخص استقرار التوزيع. في عندك الاخير هذه يقول لك لا دائم اي شيء جديد نزله، طبعا انا شخصيا راح انزل التحديثات هذه لانه هذا لابتوب وما بحب يسبب مشاكل على الجهاز عندي. خلصنا من الخرابيط هذه، هذا الكلام كله كلام ثاني. انا اللي حبيته بالتوزيع، الشيء الجديد اللي حبيته بالتوزيع هو الثيمات الجديده. طبعا انا رجعت الثيم على الثيم الافتراضي لانه حاب اصدمكم بالشكل الجديد، والمنيو هذه بقتل اللي صلحها، تمام. لو رحنا على الثيمز هنا راح تلاحظون انه في ثيمات جديده. لو راح على الكنترولز، هذا الثيم حبيته جدا جدا جدا، ثيم طافي كذا حلو لطيف. طبعا في برضه ثيمات على السينمن نفسه، ممكن تعدل ثيمات السينمن زي ما انتم شايفين. طبعا في اكثر من ثيم ممكن تختار اللي حبيته. الثيم هذا حبيته ليش؟ يذكرنا بمنت 7 او 6 او 8 القديمات جدا، تمام، فقلت خلونا على الحلو هذا. طبعا حتى الاطارات حقت النوافذ ممكن تعدلهم بحيث انه يكون يعني 100% الجهاز متوافق مع كل شيء. من ضمن الاشياء اللي موجود ايضا غير في عندنا بعض الاوامر، الان اضيفت اوامر جديده خاصه بالابت، تمام، فالابت الان اضافوا له بروجرس بار. لو جينا طبعا انتم اغلبيتنا يعرف الاب كيت، شلون اكبر الخط، فيو زوم ان كنترول بلس بلس، مو بنافع بلس بلس، يمكن شفت، ايوه تمام. الاغلبيه عارفين الابت جيت 100%، لكن في شيء ملاحظ الناس ما تعرفه، انك مو تكتب ابت بس، تمام، ممكن تكتب سودو ابت ابديت وخلاص، هذا الامر يكفيك عن الابت جيت. طبعا الابت والابت جيت كلها خاصيه واحده ان تركيب برامج، ولكن الابت الان عباره عن تحديث جديد صار فيه امكانيات جديده موجوده في البرنامج. من ضمنها لو جينا حبينا سوينا مثلا سودو ابت انستول، لما تكتب انستول الان صار يعرض لك التقدم المئوي،
الموجود على الاب، سابقا ما كان يعرض ايضا خاصه بالاب ريموف، تسوي نفس الكلام. في برضه عندك بعض الاوامر الجديده اللي تمت اضيفت على الابت بحيث انها تكون متطابقه او مشابهه لديبيان. اضيف الامر اللي هو سودو ابت اللي هو فول ابجريد اسمه تقريبا ايه فول ابجريد. هذا الفول ابجريد بالضبط يساوي سودو ابت كيت ديست ابجريد. لو تذكرون عندنا سودو ابت كيت ديست ابجريد، الامر قبل شوي هو نفسه مطابق للامر هذا. تمام، برضو اضافت اللي هي ادت سورسز. لو جينا سوينا سودو ابت ادت سورسز تمام اوبس سودو كذا ادت سورسز، برضو هذا الامر تم اضافته امر جديد خاص بتعديل المصادر. برضو حاجه ثانيه حبيتها انه الان عندنا سودو ابت ابت اد، تذكرون هذا ابت اد، الان صار في ريموف، فاحنا نقدر نمسح ال بشكل سريع من هنا بدون ما نضطر انه نفتح مصادر البرامج الى اخره. في برضه حاجه جميله جدا اللي هي الهاي دي بي اي. الان لو احنا على الاعدادات من هنا سريعا الهاي دي بي اي، افتح يا حبيبي الهاي دي بي اي. الهاي دي بي اي الان صار مدعوم بشكل كبير جدا جدا جدا. وين الجنرال؟ هذا جنرال. طبعا زي ما انتم ملاحظين في نورمال في دبل، طبعا هذا هو الهاي دي بي اي. طبعا الجهاز زي اللي عندي هذا ما ينفع معه الدبل تمام، الا اذا كان حاطه على اعدادات الافتراضيه. طبعا اعدادات الافتراضيه شاشه دقه 3000 حاجه، فتحطوا دبل عشان الخط يكون اكبر تمام. في عندنا برضو الاو اي ام، طبعا هذا الخاص بالمشغلين. الان صارت التوزيعات كلها تدعم الاو اي ام. لو جهاز عندك جهاز دل جيت تركب، يقول لك ركب الجهاز مع دعم الجهاز او دعم تعريفات الجهاز، بحيث انه راح ينزل لك كل تعريفات الجهاز بدون ما انك تتعب نفسك. في عندك برامج كبيره جدا زي مثلا ستيم، سوبر فاي، ماينكرافت، هذه كل الكلاسات موجوده الان في سوفت وير مانجر. روح على سوفت وير مانجر الحين ممكن حصل في برامج كنت عنها قبل شوي. عندك ماينكرافت، جمسي ماينكرافت موجوده. في برضو عندنا الاخيرا وليس اخرا اللي هو فاير وول اللي يسمونه جوب دبليو تمام. الفاير وول صار بشكل افتراضي موجود عندنا على التوزيعة، اوكي، اللي هو اللي قلت لكم عنه قبل شوي اسمه قف. وفي عندنا اخر شيء القف دبليو، وفي عندنا الكيرنل زي ما قلت لكم عنها، وفي برضو الاخيرا وليس اخرا انه التوزيعة مدعومة لين 2021. بالنسبة لي اكثر شيء حبيته بالتوزيعة لاحظت انه فيها استقرار وفيها سلاسة بالاستخدام. سينمان سابقا ما كانت تعجبني ابدا، ولكن سينمان بصراحة الاصدار الاخير هذا مع الثيم الاسود، يعني انا ما عندي اي تعليق. خلوا رجع الثيم على الايقونات والحلوه دينج، ما احب الايقونات هذه اكثر تمام. طيب بس اذا انت جربت التوزيعه مؤخرا او بعد جربتها جربها واعطني رايك. بالنسبه زي ما قلت لكم توافقي مع الجهاز هذا، اي شخص حاب يشتري توقع على اشتري الجهاز، ما عندك اي مشاكل. ما عندي مشاكل بالبطاريه ولا عندي مشاكل اي شيء، غير المشكله الوحيده اللي قلت لك اياها انه اذا قفلت الجهاز وفتحت مره ثانيه بتلاحظ انه في مشكله. طبعا حاب اقول لكم ان المراجعه هذه مراجعه توزيع 18 بيتا، توزيع الرسميه والتوزيع المستقره الى الان ما ظهرت التوزيع. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.